بقايا لمكاتب محطمة ومطابع عاطلة ومهملة، هذا هو كل ما تبقى من إرث مؤسسة باكثير للصحافة والنشر، والتي تعد بمثابة امتداد لتاريخ واقع الصحافة الحضرمية الذي كان قائما في فترة ما قبل الاستقلال وبعده، والتي شكلت صادراتها الطباعية نواتها الأولى. فالمؤسسة الصحفية الحكومية الوحيدة المتبقية في المنطقة الشرقية من البلاد تعرضت للنهب والتدمير أبان سيطرة تنظيم القاعدة على المكلا في العام 2015. منذ احتلال تنظيم القاعدة لساحل حضرموت تعرضت المؤسسة لتدمير بنيتها التحتية، شل العمل المهني والإنتاجي، خطوط الإنتاج المطبعي وأيضا التجهيزات الفنية، وجميع المكاتب تعرضت للتشريح بشكل عام وخرجت المؤسسة عن جاهزيتها. وبالرغم من ذلك التدمير، جاهدة تحاول إدارة المؤسسة إحياءها من جديد عبر إعادة تجهيز بعض أقسامها التحريرية، ما مكنها من استئناف إصدار صحيفة 30 نوفمبر ولو بشكل محدود. نظرا للظروف المالية نحن اكتفينا بطباعة من 1000 إلى 2000 نسخة، واخترنا عدن اللي هي المنطقة الوحيدة التي توجد بها مطابع، ونحن الآن نطالب بمسألة استمرار الموازنة المالية حتى نتمكن أن نفي بالتزاماتنا أمام الآخرين، وأيضا نتواصل عملية الإصدار ونوفر إمكانية للحركة والتشغيل. ويواجه العاملون بالمؤسسة معضلة في عادة تشغيل العمل المطبعي، فجميع مطابعها خارجة عن الجاهزية وتحتاج لدعم مالي من قبل الحكومة لإعادة إصلاحها. في مؤسسة باكثير عندنا هنا مطبعتين وصحفيات كبيرة، واحدة ألمانية جنهارة أربع دروس طبعية، وهذه الألمانية سبيد ماستر، بإضافة إلى مطابع أخرى ما توقف عن العمل وتحتاج إلى مبالغ كثيرة. يعني نحن نتمنى يعني على السلطة المحلية وعلى رئاسة الحكومة أن تولي اهتماما للمؤسسة والصحيفة وتحاول يعني تأهيل المطابع القائمة حاليا. ويتسبب التأخير في إصلاح المطابع بتقليص قدرة المؤسسة في الاعتماد على نفسها في طباعة إصداراتها بمواعيدها المحددة، بالإضافة لحرمانها من عائدات مالية كانت تؤمنها لها مطابعها التجارية. بنجاح مؤسسة باكثير في لملمة إشتاتها واستئناف إصدار صحيفة 30 نوفمبر، يبقى أمامها تحدي حقيقي في الاستمرار بالإصدار وإعادة تشغيل مطابعها، لكن تجاوز هذا التحدي مرهون بوجود دعم حكومي. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.